مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، موعد ومكان المباراة. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد وفيديو جديد. فاز المنتخب المصري على المنتخب الكاميروني بركلات الترجيح عقب مباراة ماراثونية امتدت إلى الوقت الإضافي وانتهت مدة 120 دقيقة دون أن يتمكن أي فريق من تسجيل الأهداف. أما منتخب السنغال فقد فاز على بوركينا فاسو بنتيجة 3-1. تقام مباراة النهائي بين مصر والسنغال يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد أولمبي بياوندي، ويأمل المنتخب المصري في تحقيق البطولة الغائبة عنه منذ عام 2010 بعد خسارة نهائي 2017 أمام الكاميرون. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، مع كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.